وأخيرا عدت مرة أخرى. في الأشهر الأخيرة استلمت رسائل كثيرة من مشاهدين يطلبون عودتي أو فقط ليطمئنوا علي. وسبب الغيبة الكبرى، ولا علاقة لها بالإمام المهدي طبعا، سبب التأخير كان عملي بشكل أساسي. في الأشهر الماضية أصبح المعدل لساعات العمل يفوق 70 ساعة في الأسبوع، لكن طبعا لا أستطيع أن ألوم العمل بشكل حصري، وأعلم أن هناك وقت مهما انشغل الإنسان بأمور أخرى لصناعة فيديوهات حتى وإن كانت بسيطة بعيدة عن البحث الدقيق ولا تحتاج لجهود عالية. أريد القناة هذه تستمر بفيديوهات تختص بتحليل نقدي دقيق للإسلام بالأخص، فلهذا سأعمل قناتين أخرى، إحدى القنوات في الإنجليزية فقط والأخرى بالعربية فقط، لكن سأتكلم فيها بلهجتي العراقية، وأحاول تصعيد فيديوهات منوعة وليس بالضرورة عن الدين فقط أو حتى من صنعي أنا. سميت القناة أبو الحكم تكريما للبطل العربي عمرو بن هشام عليه أفضل الصلاة والسلام. سأضع رابط أيضا للقناة الجديدة في صندوق الوصف، فلو تريد المزيد اعملوا سبسكريبشن للقناة واضغط على علامة الجرس. أحب أيضا في هذا الفيديو أن أدعم بعض القنوات الأخرى على اليوتيوب. لدي قائمة أخرى على قناتي الإنجليزية إذا تحبون مشاهدة فيديوهات في الإنجليزي أيضا. لكن قبل أن أبدأ في دعم قنوات اليوتيوب، أريد أن ألفت انتباهكم لأروع حساب على التويتر، حساب يحطم الإسلام عدة مرات باليوم ومستوى البحث فيه عالي جدا. اسم الحساب Genuine Agnostic وآخر حرف فيه هو الكي، وفي العربي اسمه أساطير الأولين. فأرجو منكم دعمي هذا الحساب الرائع على التويتر. قبل أن أبدأ بالقنوات الأخرى، أريد ذكر قناتين يجب على كل إنسان محب للحق دعمهن. القناتين حذفا من اليوتيوب ظلما، ولكن عادوا الآن لبناء قنواتهم من جديد، وهما البطل المصري أحمد حرقان والقناة باسمه الشخصي، والأخرى قناة الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. أرجو من كل المشاهدين أن يدعموا أي قناة تكون ضحية هجوم ممن يخشون الأصوات التنويرية التي تفضح ظلامهم. طبعا هناك قنوات رائعة أخرى أظنها معلومة للجميع، لكن أذكرهن بشكل سريع. هناك صندوق الإسلام مع حامد عبد الصمد، وتحليله جميل وأسلوبه محترم. وعندنا أيضا شريف جابر، وفيديوهات شريف جميلة جدا فيها سخرية، لكن دائما مدعومة بمصادر دقيقة. يا ابني افهم، قول حاجة واحدة بس تستحق عشان أنك تخش الجنة. أيوة افتكرت خلاص. ها أنا كنت بدأ الناس للهداية. ناس مين؟ الناس كل الناس. وطالما أنت طبعا هتهديهم معناته أنت شايف نفسك أفضل منهم، مش أنا مسلم يعني أحسن أمة خرجت للناس. مش أنت الأمة برضو اللي كانت مشهورة بأنها بتشرب بول الجمال وبتقتل الناس وبترجم البنات ومشهورين بتفجير نفسكم ومشهورين بالتعصب والإرهاب؟ خير أمة. أبو جبري النبي ركز معايا كده شوية. الشخص أنا كنت كلمتك عليه من شوية ده، بقول لك بيقول كل اللي كان مهم في الحياة ان هو بيعمله ان هو اتولد لقى نفسه مسلم، وكان عمال يقرأ قرآن ليل نهار، وكان عمال يردد أدعية وأذكار صباح ومساء. ما ينفعش. ايه مفيش أسباب مقنعة؟ يعني ايه مفيش أسباب مقنعة؟ قول لي نفسك. طب قول له ان كان مطول دقنه. طيب بيقول لك ان هو كان مطول دقنه. طيب طب قول له طيب ان كان بيخش حمام برجله الشمال وبياكل بايده اليمين. قول له بس مالكش دعوة. طب بيقول لك ان هو كان بيخش حمام برجله الشمال وبياكل بايده اليمين. طب قول له طيب ان كان ليل نهار بيخش على صفحات اليهود ويشتم، وكان ليل نهار بيخش على صفحات اليهود ويشتم والنصارى والشيعة والبوذيين والملحدين. طب قول له بيقول ان كان على طول بيمسك المصحف. طب بيقول لك طيب انه كان دايما بيمسك المصحف. يقول لك حطه في طب هو المفروض اعمل ايه؟ طيب ولا عايش ليه انا يا عم؟ انا نفسي عايش ليه؟ I'm sorry man. طب اسلم لنا على كان بيقول ان هو طلع لنا ببغل. ها طبعا عندنا أيضا برنامج سؤال جريء للأخ رشيد، برنامج مفيد جدا لنقد الإسلام. هناك برنامج آخر من قناة مسيحية أخرى اسمها الكرمة، واسم البرنامج أنا مش كافر، وفيه بحث دقيق أيضا في أغلب الأحيان، لكن هذا البرنامج يضيع الكثير من الوقت للأسف بالدعاء للمسيح قبل أن يدخل في صلب الموضوع للحلقة. المهم هناك قناة أخرى جميلة جدا، لكن صاحب القناة يبدو أنه توقف عن البث. له الآن تقريباً 100 فيديو مع بحث راقي في مواضيع كثيرة. اسم القناة كلمة ونص. والآن لإنسان أظنه ربوبي معمم، اسمه أحمد القبنشي، رجل شجاع ويحاول إصلاح المجتمع،
لديه مقاطع كثيرة على اليوتيوب، وأيضا هناك قناة باسمه ولا أدري إن كانت رسمية أم لا. زين، مثلا ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم. هذا شو؟ هذا مقدمة يعني في شيء مهم وخطير، يعني جاي مقدمة هواي مهمة اللي حكم يعني مهم. شنو الحكم؟ أن تأكلوا من بيوتكم، يعني حلال تأكل من بيوتكم. صار الزحمة، فكل واحد يأكل من بيوته حلال. وطبعا لا أنسى شجاع البغدادي، نشط جدا ويتحدث عن مواضيع متنوعة. والعلم الثاني هو الميكروسكوبي داخل نواة الذرة، لأنه الآن كل علم الأحياء مركزه ما هو؟ ها؟ شنو؟ نواة الذرة. شقد عيب، شقد خزي، فشلتونا. أسأل واحد عادي من الشارع كان قلنا ما يخالف، لكن سيد معمم محترم بالك عنا ولا تدفع. صبغيات الكروموسوم موجودة في داخل نواة الخلية، حطها بين قوسين، الذرة من الخلية، الخلية. شو يقول السيد؟ بالله سمعونا مرة ثانية. نواة الذرة، لأنه هاي الميكروسكومات وين موجودة؟ صار لي ساعة بس أرد أخلص الدقيقتين هاي، ومئة ألف تعليق دا حط لك بيها، لأنه ما دا تخليني أكمل من كثر المغالطات والكلام الغير علمي الغير فصيح الغير سليم. إيه، بالنسبة للي ما يعرف، أتباع السيد التلاميذ خطية اللي كامشين ورقة وقلم، سجلوا شخطوا عليها هاي الميكروسكومات، اسمها كروموسومات، الصبغيات، كروموسومات، وماتت عليكم موتة. هناك أيضا بعبع نشأ قناة جديدة اسمها بوغي مان، وبها فيديوهات بالعربية والإنجليزية. أولا أن عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في رجل من أهل قريش كان خطبها قبل الرسول. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن عائشة كانت في مجتمع قريش في سن زواج، لأنه في أحد تاني كان خطبها. هذا يدل على أن قريش كانوا مجموعة من المتخلفين الذين يسمحون باغتصاب الأطفال لا أقل ولا أكثر، وطبعا دائما نفس الحجة، هم كانوا يفعلونها إذا أنا أيضا يحق لي أن أفعلها. يعني مو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي جاء وابتدع هذا الأمر. الأمر الثاني، قريش كانوا يدوروا أي شيء يتهموا فيه الرسول، فإذا كان هذا أمر معيب فكان أول ناس مسكوها على الرسول كانوا قريش عليه الصلاة والسلام، كانوا قالوا شوفوا قاعد يتزوج واحدة عمرها 9 سنوات، ولكنهم لم يفعلوا. لماذا؟ أيضا لأن أمر كان عادي. دائما نفس الشيء، هم يفعلونها إذن أنا يحق لي أن أفعلها. هذه مغالطة تسمى argument from common practice، أو مغالطة الاحتكام إلى التعادات والتقاليد. تقول أن هذا الشيء متعارف عليه والكل يفعله، إذا أنا يحق لي أن أفعله وهو صحيح أو هو صحيح أخلاقيا، وهذا يعني مجرد هراء وكلام فارغ. إذا قريش لم تعترض، إذا قريش هم أيضا يغتصبون الأطفال، يعني هذا لن يثبت أكثر من ذلك. أرجو المعذرة إذا لم أعلن عن قناتك، لكن لكم كل الحرية أن تقترحوا قناتكم في التعليقات أو قناة شخص آخر لم أذكرها. أود أيضا ذكر موضوع بسيط عن حسابي في الباتريون. في المدة الأخيرة اجتازيت الحد الذي وضعته قبل البدء في القناة، لكن في البداية كنت أتصور صناعة الفيديو والبحث الذي يحتاجه الفيديو أمور سهلة، والواقع كان مختلف. طبعا لا أريد أن أغير نوع الفيديوهات، فلهذا سأنشئ القنوات الأخرى للفيديوهات الأبسط التي لا تحتاج لجهود تستغرق مدة زمنية طويلة. في الوقت الحاضر أنا في قيد تجهيز موضوع عن الجزية في الإسلام، وبعدها سأحاول البدء بسلسلة حول المرأة في الإسلام، لكن لأكون صريح عملي اليومي لا زال مكثف جدا على الأقل لبقية هذا العام. مرة أخرى أعتذر للغيبة الكبرى، وأراكم قريبا على هذه القناة. إلى اللقاء.